وصف المرض الذي يوجب التخفيف في الأحكام الشرعية هو أن يكون أن يزيد المرض بسبب امتثال الحكم الشرعي، أن يتأخر البرء، أن يصاب المريض بمشقة خارجة عن المعتاد، أن يترك أثراً أو مضاعفات سلبية. هذه أربعة أمور، وإنما ذكرتها وكررتها لأن القاعدة التي سيبنى عليها كل ما يتصل بفقه المريض، فكل ما يتصل بفقه المريض في الأحكام الشرعية يقوم على هذه القاعدة. والفقه، غاية الفقه أن يدرك الإنسان الضوابط. يعني ممكن ما نتكلم عن هذه الأمور ونتكلم عن أحكام تفصيلية ونقول قال مالك وقال أحمد وقال الشافعي وقال أبو حنيفة وقال عمر وقال علي وقال فلان وفلان، ونسرد قائمة من أقوال العلماء رحمهم الله في مسائل عدة، لكن يغيب في خضم هذا السرد لأقوال العلماء العناصر الفاعلة المؤثرة التي توصل إلى النتائج والأحكام. ولهذا يا أخواني من المهم أن نعرف هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها في وصف المرض المؤثر، ثم بعد ذلك إذا عرفنا انطلقنا في بحث الأحكام. موضوع هذه الحلقة من حلقات هذه الدورة المباركة هو ما يتصل بفقه طهارة المريض. وأقول يا أخواني فيما يتصل بالطهارة، الطهارة لها من المنزلة العليا ما جعل الله تعالى إنزال الماء من مقاصد إنزال الماء من السماء التطهير. فهذا الماء الذي يجري الله تعالى السحب تحمله ويصرفه في الناس كيف شاء، من مقاصد هذا الماء النازل هو تطهير الناس. والتطهير هنا معنى مقصود وله أثر يلمسه الإنسان. الماء هو مادة الحياة، الله تعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولهذا كان التطهير عمدته الماء، فالأصل في التطهير هو الماء. ولهذا من المهم أن نعرف أن هذا المقصد في أو هذا المقصد من إنزال الماء والتطهير به ليس فقط صوريا. وهنا يقول قائل المقصود، هل المقصود من الطهارة التنظف؟ الجواب ليس من المقاصد في التطهر التنظف فقط، من المقاصد التنظف لكن ليس هو المقصود الأكبر. ولهذا إذا عدمنا الماء مقتضى التنظف أنك ما تمس شيء يترب وجهك ويصيبك بالشعث والغبار، في حين أن الله أمرنا في حال العجز عن استعمال الماء أن نصير إلى البدل وهو التراب، بأن تضرب بيديك الأرض ثم تمسح وجهك ويديك. هل التراب الآن لو أصابنا تراب أنذهب نغسله بالماء أم نبقيه؟ الجواب أن نذهب نغسله بالماء، وهذا الأمر الطبيعي المعتاد. إذن ليس الغرض من الطهارة فقط التنظف، هناك مقصد أكبر من الطهارة وهو تطهير القلوب. وهذا المعنى الذي ذكرناه قبل يا أخواني قبل قليل، إن أن جميع أحكام الشريعة تدور على معنى واحد وهو تحقيق العبودية لله تعالى. تدرون يا أخواني أن من أول ما أنزل الله تعالى على رسوله في الأحكام أحكام التطهر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، ثم قال وثيابك فطهر، من أوائل ما أنزله الله تعالى من الآيات الأمر بتطهير الثياب. أتظنون هذا فقط لطرب جمال المنظر وبهاء الشكل؟ الجواب لا، الطهارة هذه غرضها ومقصدها تطهير القلوب. الإسلام الشريعة المحكمة جاءت بطهارتين، طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية هي طهارة القلوب من الشرك، من النفاق، من الرياء، من المعاصي. والطهارة هذه الطهارة المعنوية،
والطهارة الحسية هي أن يتخلى الإنسان عن كل دنس وعن كل قذر في بدنه وفي ملبسه، ويتأكد هذا التطهر عندما يقبل العبد على رب الأرض والسماء، الله الذي بيده ملكوت كل شيء. وأنت تصور أنه أنت لما تأتي إلى رب العالمين لمناجاته واللقاء به، سواء كان ذلك في مسجد أو كان ذلك في بيتك أو كان حيثما كان، فأنت تحتاج إلى تهيئة، وهذه التهيئة هي في الحقيقة أن تتطهر ظاهريا ليطهر قلبك فتتأهل للقاء الله رب الأرض والسماء سبحانه وبحمده. ولهذا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر. فالطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة هي مناجاة العبد لربه جل في علاه. والله تعالى تولى بيان حكم الطهارة تفصيلا، في حين أن الصلاة ما جاء بيانها تفصيلا، جاء الأمر بإقامتها، لم يأتي ببيان عدد الركعات. وأن تأمل هذه الأسرار في هذا التشريع حتى تدرك عظم هذه العبادات ومنازلها. يعني الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر. وجاء تفاصيل لم يأتي نظيرها في الصلاة، فليس في الصلاة هذا التفصيل الذي في الطهارة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة التي يتهيأ بها الإنسان للقاء رب العالمين. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان نصفه. وجاء في الحديث: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا يبين علو منزلة هذه الطهارة، وأنها ليست عبئا ومجرد تكليف لا معنى له، إنما لها غاية وسر وحكمة عظيمة، إذ إنها مفتاح لقاء العبد بربه. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلال فقال: إني سمعت دف نعليك بين يدي، أو خشخشة نعليك بين يدي في الجنة، فما أرجى عمل عملته؟ قال: إني لم أحدث إلا توضأت، ولم أتوضأ وضوءا إلا صليت به ما كتب الله لي. فالطهارة مقرينة الصلاة. ولهذا من السنن أنه إذا تطهر الإنسان أي ساعة من ليل أو نهار يصلي ركعتين. طيب، المريض هل يحرم هذه النعمة وهذه المنة والمنحة؟ الجواب: لا، من رحمة الله أنه لم يحرم، بل جعل له من البدائل ما يوصله إلى الغاية، وهو الطهارة. ليست بجمال المنظر، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هنا نفهم السر في أن العبد إذا فقد الماء عفر وجهه ويديه بالتراب. هذا التعفير تطهير وليس تقذيرا ولا تتريبا، بمعنى أنه إضافة وسخ إلى وسخ وعبء إلى عبء، إنه تطهير، لكنه تطهير رباني، وجعل ذلك من خصائص هذه الأمة، كما في الصحيح من حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذه من رحمة الله تعالى. وإذا تأمل العبد هذه المعاني يا إخواني تتغير حاله، ويصبح له في نظرة التشريع والتأمل فيها مذاق يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين من حديث أنس: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ثلاث من كنا فيه، وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله
أحب إليه مما سواهما. والحديث الآخر حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان في صحيح الإمام مسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يشعر العبد بامتلاء قلبه بالرضا بهذا التشريع، وأنه تشريع محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. المريض حاله تقتضي التخفيف في الجملة، ولذلك جاء النص عليه في مواضع كثيرة من أحكام الشريعة، ومن ذلك ما يتصل بالطهارة. الأصل في الطهارة أن تكون تامة كاملة كما أمر الله جل وعلا في آية الطهارة، وكما أمر الله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا طرأ على الإنسان ما يوجب التخفيف من مرض على نحو ما ذكرنا سابقا في أوصاف المرض المؤثر، من أن استعمال الماء يزيد في مرضه، أو أن استعمال الماء يؤخر شفاءه، أو أن استعمال الماء يؤدي إلى ألم زائد عن المعتاد، أو أن استعمال الماء يترك آثار ومضاعفات سلبية قريبة أو بعيدة على المريض، عند ذلك يصير إلى التخفيف. والتخفيف على نحوين: إما أن يكون بتخفيف المطلوب من الطهارة، بتخفيف المطلوب من الطهارة بالماء، وإما أن يكون بالمصير إلى البدل. إذا التخفيف على مرحلتين: في حال التضرر باستعمال الماء، المرحلة الأولى هي التخفيف في قدر المطلوب من الطهارة بالماء، والحالة الثانية هي المصير إلى البدل. وهناك حال ثالثة، وهي من أحوال التخفيف، عندما يعجز عن الأصل والبدل يسقط عنه الطلب. عندما يسقط عن الأصل وهو الماء، والبدل وهو التيمم، يسقط عنه الطلب فلا يطلب منه التطهر. إذن صورة التخفيف هي على هذا النحو. يعني لو قيل: كيف التخفيف على المريض؟ كيف خففت الشريعة عن المريض بالنسبة للطهارة؟ نقول: على مراتب ثلاثة أو على أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يخفف عنه ما يطلب من الطهارة بالماء، أن يخفف عنه ما يطلب من الطهارة بالماء. نبين هذه الحال كيف ذلك. مثاله: شخص في أعضاء الوضوء مرض من جرح أو مرض عضوي لا يتمكن معه من استعمال الماء لواحد من الأسباب والأعذار الماضية، إما أن يزيد مرضه، وإما أن يتأخر شفاؤه، وإما أن يتألم ألما ومشقة خارجة عن المعتاد، وإما أن يترك أثرا سلبيا ومضاعفات سيئة. فماذا يصنع؟ هل يسقط كل ما يجب عليه من الطهارة؟ جمهور الفقهاء يقولون إن الواجب عليه أن يغسل ما يمكن أن يغسله من أعضاء الطهارة. فإذا كان الأذى في يده يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه كما أمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذه اليد في مقدمها أذى لا يتمكن معه من استعمال الماء، يغسل ما استطاع من العضو ويترك هذا الجزء بلا غسل ويكمل بقية أعضاء الطهارة. طيب، هذا الجزء الذي قلنا إنه اليد فيها مرض يمنع من استعمال الماء، ماذا يصنع؟ كيف يصنع بها؟ للعلماء في ذلك قولان. جمهور العلماء على أنه يتيمم عن هذا العضو، يتيمم عن هذا العضو، هذا العضو يجب غسله ولم يتمكن إنسان من غسله، فكيف يصنع؟ يتيمم عنه، يغسل ما يستطيع غسله من أعضاء الطهارة، ويتيمم عن العضو الذي لا يستطيع أن يغسله. ولكن متى يكون التيمم؟ من العلماء يقول إذا جاء إلى موضع العضو، بمعنى عند غسل اليد، لكن هذا فيه من المشقة ما هو منفي عن الشريعة. كيف يعني يتيمم والماء قد رطب أعضاءه؟ يعني في ذلك مشقة. ولهذا الصحيح أنه يتيمم بعد فراغه عن العضو الذي لم يتمكن من غسله.
هذا قول جمهور العلماء. القول الثاني في هذه المسألة إنه يسقط العضو الذي لا يمكن غسله لعجزه عنه بلا تيمم، يعني ليس عليه تيمم، يغسل ما يمكن غسله ويترك الباقي. وكلا الفريقين استدل بدليل واحتج بحجة لما ذهب إليه، والراجح من القولين هو ما ذهب إليه الجمهور أنه يتيمم إن أمكنه التيمم، وذلك لأن التيمم بدل الطهارة كاملة، فإذا عجز عن البعض فهي بدل عن البعض أيضا، فهي بدل عن البعض أيضا. هذا فيما إذا كان هذا العضو لا يستطيع غسله ولا يتمكن أيضا من مسحه، فإن كان يتمكن من مسحه قال الفقهاء إنه يمسحه، وإذا مسحه كفاه هذا عن الغسل ولا حاجة إلى التيمم. هذا ما يتصل بالتخفيف الجزئي الذي ذكرنا أنه المرأة الحالة الأولى من أحوال التخفيف، أن يكون التخفيف في طهارة الماء، يعني يجب عليه أن يستعمل الماء لكن على وجه يراعي فيه مرضه، وذلك بأن يكون العضو يمكن مسحه فهنا المسح يقوم مقام الغسل، فإن لم يمكن المسح ولا الغسل فعند ذلك يجب عليه التيمم، على الراجح من قول العلماء يجب عليه التيمم بعد فراغه من غسل ما يمكن غسله. هذه الحالة الأولى من أحوال التخفيف. الحالة الثانية من أحوال التخفيف أن يكون مريضا مرضا لا يستطيع استعمال الماء في جميع أعضاء الطهارة، في جميع أعضاء الطهارة، فهنا ماذا يصنع؟ ينتقل إلى البلد إلى البدل، ودليل ذلك قول الله تعالى وإن كنتم، بعد أن ذكر جل وعلا ما يجب من الغسل قال وإن كنتم